أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن مسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
جواك عرس سجدا الصالحات منهم مغفرة.